كان المتهم حضرت التجنيد وطلب أجر آخر ليرفع بهذه التقارير. هؤلاء كانوا شوية عيال على المعارك الاتفاق ما بين البنيان المرصوص والقوات تنظيم الدولة. أنا عن نفسي ما فيش شيء يعوضني في ولدي. ولدي لما مشي طالب يقرأ في الثانوية ماشي مع أصحابه قال لي ما نقعدش في مصراته والدواعش وصلوا لعند مصراته ومشي ويحارب عن دينا وعن وطنا عن الدين قبل الوطن. طلبة النيابة العامة